ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر هتنظم حفل للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية بمناسبة عيد الحب، وده في الساعة 7 مساء يوم الاثنين 12 فبراير بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية. الحفل هيتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار ومقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية. النهاردة قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان وليد قانوش هينظم احتفالية الإذاعة المصرية بين المايكروفون والبودكاست في تمام الساعة 7 مساء بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. النهاردة هتنظم مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية بني حسن بمركز أبو قرقاس على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة، وده لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم.